مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقة بداية الأسبوع من الحياة. اليوم العالم كله يتابع ما يحدث الآن حول قطاع غزة وفي قطاع غزة وفي إسرائيل. منذ الفجر 7 أكتوبر فجأة تحركت مجموعات مختلفة من الفلسطينيين لمهاجمة مستوطنات إسرائيلية خارج الجدار العازل لقطاع غزة. عشان حضراتكم تعرفوا انا بتكلم على ايه، القطاع ده قطاع غزة كله محاط باسلاك ومحاط بجدار تراقبه اسرائيل بشكل كبير جدا. ولكن فجأة عدوا منه مجموعة من حماس، واحنا هنا بنتكلم على كتائب القسام وهي الذراع العسكري لحماس، واستطاعوا اختراق هذا الجدار وتحركوا إلى عدة مستوطنات مختلفة في الدائرة الأولى حول قطاع غزة. حول قطاع غزة في دائرة واثنين وثلاثة تأمينيا متأمنين من الجيش الإسرائيلي ومن الشرطة الإسرائيلية ويتبعه طبعا إسرائيل، ولكن هم دخلوا وفوجئ كل الشعب الإسرائيلي وفوجئ سكان المستوطنات الإسرائيلية بمجموعات مختلفة من الفلسطينيين بتواجه اولا سواء قوات الشرطة او قوات الجيش الموجودة وبتشتبك معهم. ومش بس كده، فجأة لقوا مظلات محلية الصنع بيتم استخدامها علشان ينزل بيها فدائيين او ينزل بيها المهاجمين من الجانب الفلسطيني الى هذه المناطق المختلفة. حتى الان انا هقول لحضراتكم انه لا يستطيع احد، فيش حد قادر انه يحدد اعداد لا الاصابات ولا الضحايا. يعني وصلت المسألة ان بعض التوقعات من يعني مصادر اخبارية اسرائيلية انه على الاقل ما فيش اقل من 100 تم ضحايا دول في الطلعة الاولانية لحتى الان، وان على الاقل من 500 الى 750 مصاب. في جانب غزة حدث ايضا ان اسرائيل بدأت ترد بقصف غزة في بعض الاماكن. حتى الان يقال ان الضحايا اقل من 200 بشوية، 195 198 ضحية جراء هذا القصف. انا هقسم التغطية بتاعتي الى 3 أجزاء مختلفة. انا بشرح لحضراتكم اخر ما وصلوا اليه من انباء. عايز اقول لكم، وخلينا نمسك الجانب الاسرائيلي، انتوا طبعا متخيلين 6 اكتوبر وفجأة 7 اكتوبر، انتوا متخيلين ما حدث، ان فجأة كله يتحدث في الصحافة الاسرائيلية عن اين هي المخابرات الاسرائيلية، اين هي الموساد، اين هي استعدادات الجيش الاسرائيلي. هجوم عنيف داخلي داخل الأروقة الاسرائيلية على الدولة الاسرائيلية وعلى الحكومة الاسرائيلية، ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأيضا قادة الجيش الإسرائيلي. ولكن هتبصوا أيضا على جانب آخر هتقولوا طيب ما هو ده هيخليه يبدأ يعمل حركة رد. داخل إسرائيل بدأوا يخافوا من الآتي، إن هم فوجئوا فجأة قالك لا، ده الهجمات مش جاية فقط لا غير عبر السلك ولا عبر الحاجز ولا بالطائرات الشراعية البسيطة اللي عبروا بيها ونازلين يضربوا بالرشاشات، لا دي جاية كمان من البحر. وبدأوا يعتقدوا ان هناك تنسيق ما بين حماس وحزب الله، خاصة وان هنية كان في لقاء مع قيادات حزب الله في جنوب لبنان منذ عدة اسابيع. فبدأوا يقلقوا ان يتحرك حزب الله فيصبح عندهم اشتباكات شرقا وغربا، او اقصى يعني بالنسبة له ان تجيله من الجنوب وتجيله من الشمال، وبما في ذلك ايضا خشية داخل اسرائيل من تحركات حتى لو كانت بسيطة من هضبة الجولان ومناطق الجولان، بما ان هناك اساسا الشباب كله مسلح دلوقتي في سوريا وغيره. طيب هو بالنسبة له هذه هي أول مرة على الإطلاق منذ عام 1948. بعد إذنكم، من 1948
لم تشهد المستوطنات الإسرائيلية اشتباكات داخلية مع عناصر فلسطينية، هي شهدت عمليات فدائية، هي شهدت تحركات للفدائيين، ولكن لم تشهد اشتباكات شوارع حرب عصابات داخلية عمرها ما شافتها من سنة 48. وكانت دائما إسرائيل تحرص على ان هي اللي تطلع تشتبك معاك في أرضك، هي اللي هجمت علينا في سيناء، هي اللي بتخش قطاع غزة تضرب في قطاع غزة، هي بتدخل هنا. وكان حتى لغاية الفترة اللي فاتت كل ما يستطيع منه أو القيادات المختلفة اللي بتابع سواء بقى كتائب القسام أو غيرهم كانوا بيردوا بالصواريخ اللي بيتم إطلاقها، وكانت عادة بتبقى 3-4 صواريخ. النهاردة يقال أن هناك أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة تم إطلاقهم على هذه المستوطنات، وده أثار رعب وصل إلى تل أبيب. مطار بن غوريون اساسا على بعد 80 كيلو من هذه المناطق وهذه الاشتباكات. خدوا بالكم ان المساحة في اسرائيل ضيقة. الناس فاقت في اسرائيل الاختلاف بقى. في حرب 73 وفي الحروب الاخرى كانت دائما وجهة النظر الاسرائيلية متواجدة وبشدة، ومش بس كده، او وجهة النظر الطرف الاخر، ولكن ما كانش فيه التكنولوجيا. أنا عايز أقول لكم إن العالم كله بيتفرج على ما يحدث في إسرائيل منذ الفجر على السوشيال ميديا. كمية الفيديوهات اللي نازلة سواء من المستوطنين الإسرائيليين اللي بدأوا يحطوها على التيك توك ويقولوا الحقونا، أو من الشباب الفلسطيني اللي خرج من قطاع غزة ودخل المستوطنات نفسها بيتابع، يعني ماشي هم مشيوا، الشباب الفلسطيني خرجوا بالموتوسيكلات وراح معدي من المنطقة دي وبدأ يدخل إلى بعض المستوطنات القريبة من هذا الحاجز وبدأ يصور، وصوروا أيضا عدد الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين. العدد حتى الآن لم يتم تحديده. عايز أقول لكم إن من أكتر الحاجات اللي بيحرص عليها الإسرائيليين هي أين جثامين الضحايا بتوعنا لما يموت حد في الحروب، ودي كانت احد الحاجات اللي اتحركوا عليها في حرب اكتوبر، واين هم الاسرى. اللي حدث والمسجل دون ان يعلن احد ارقاما محددة ان هناك العديد من المستوطنين اخذوهم وعادوا بهم الى غزة، وان هناك العديد من الاسرى من الجنود الاسرائيليين كويس، وان هناك العديد من حتى الان من الجثامين اللي تم سحبها والجثث المختلفة وعادوا بها أيضا إلى هذه المنطقة إلى غزة. على الهاتف دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يخليك. ما هي الأوضاع الآن في المنطقة؟ يعني كما تتابعون جميعا وكما يتابع الجميع، هناك عدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني يتصاعد يوما بعد آخر، والآن هو يعني بلغ ذروته كما يقال بالعدوان على قطاع غزة واستمرار العدوان في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد، ولعل هذا هو السبب في كل المآسي التي تحدث. هو بيان الخارجية الفلسطينية أكد أن ما حدث اليوم هو رد فعل لكل الضغط العصبي والنفسي والحرب الذي تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة وضد الفلسطينيين. بكل تأكيد، بكل تأكيد. يعني أنت تخيل احتلال عمره أكثر من 7 قرون، نكبة فلسطينية منذ 75 سنة، غياب لأي أفق سياسي، استمرار للاحتلال، أكثر من 7000 معتقل وأسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال، عدوان مستمر على المسجد الأقصى المبارك، محاولات للتقسيم الزماني والمكان، انفلات لقطعان المستوطنين. ماذا ينتظرون؟ إسرائيل تريد احتلالا مجانيا، احتلال بلا أي كلفة، احتلال لايت كما يقال، يعني احتلال لا يجر عليها أي تبعة. هذا مستحيل، وطبعا وهي ترفض كل قرارات يعني يتحمل. طبعا
وترفض كل القرارات الدولية أو تطبيق القرارات الدولية. دكتور محمود، عندي سؤال لحضرتك، إلى متى ستستمر المواجهات؟ هل هناك أي أخبار مثلا عن استمرار تواجد عناصر حماس في المستوطنات بعد أن استطاعوا السيطرة عليها وعلى العديد من المراكز واستطاعوا أن هم تدمير حتى قطع من الجيش الإسرائيلي؟ يعني أنا لا أريد أن أخوض في قضايا ميدانية. القضايا الميدانية نكلها إلى من هم متواجدون في الميدان، هم الذين لهم الحق في أن يتحدثوا عن أنفسهم. والأمور الميدانية بتعرف أنت هي أمور شديدة الحساسية، وبالتالي لا، ليس من الحكمة أن نتحدث عما يجري ميدانيا، اللهم إلا ما يشاهده العالم كله وهو طبعا استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. ما عدا ذلك يعني لا نستطيع الخوض لأنه ليس لدينا تفق في تصريحاته. في تصريحاته تمام، هناك عدوان مستمر، هناك قصف لمباني سكنية ولأبراج سكنية، هناك أكثر من 200 شهيد الآن وأكثر من 1700 مصاب في قطاع غزة، هناك أيضا شهداء في الضفة الغربية. هذه الحكومة خرجت عن كل حدود المألوف، هذه حكومة تمارس فقط العدوان، ليس لديها أي لغة أخرى إلا لغة العدوان. بعد المحسن والمؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض الأمريكي يغطي هذا العدوان بدعم لا محدود لإسرائيل. ما هو أنا بس ما هنا جاي للتعليقات في بيان، طبعا حدث اتصال هاتفي ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأعرب فيه بايدن عن دعم إسرائيل وأمن إسرائيل. رأيك إيه في أن يتصل الرئيس الأمريكي ليظهر هذا الدعم في هذا التوقيت في نفس أول يوم ودون أن يذكر أي شيء عن الحقوق الفلسطينية؟ لأن الذي يمارس العدوان حقيقة هو الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل مجرد وكيل للعدوانية الأمريكية، للسياسة الأمريكية، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل المآسي في الشرق الأوسط، وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني هو الولايات المتحدة الأمريكية والإدارات الأمريكية المختلفة التي تمد إسرائيل، هذه الدولة العدوانية تمدها بكل أشكال الدعم والإسلام. ماذا حدث في الاجتماع الطارئ للرئاسة الفلسطينية؟ نحن مع شعبنا في خندق واحد وسنستمر كذلك، وأولويتنا هي تأكيد الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتوفير أقصى درجة ممكنة ومتاحة من الحماية والأمن للإنسان الفلسطيني وللمصالح الفلسطينية. هذا هو قرار القيادة الفلسطينية. هل كانت القيادة الفلسطينية على علم بمثل هذه العملية، أو هل هناك أي اتصال أو تنسيق الآن مع قيادات من حماس؟ بالتأكيد لم نكن على علم بما حدث، بالتأكيد لم نكن على علم، ولكن من يستقرئ المشهد السياسي والأوضاع الميدانية لم يكن إلا أن يتوقع ما حدث، لأن يجب أن يكون هناك رد فعل. طبعا طبعا يجب أن يكون هناك رد فعل في أي وقت من الأوقات. الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، واشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. عايز استمر مع حضراتكم في استعراض ما يحدث بعد اذنكم. لأول مرة اشوف نتنياهو بيعمل اعلان للشعب الاسرائيلي من الشارع. نتنياهو خرج، ولو حضراتكم تلاحظوا ما قالش نحن نتعرض الى عملية، او قالك نحن في حالة حرب، هذه ليست عملية، نحن في حالة حرب. وخرج وزير الدفاع الإسرائيلي ليؤكد نفس الشيء. إسرائيل قررت إطلاق اسم السيوف الحديدية على العمليات التي ستقوم بها ردا على هذا الهجوم،
وطبعا كلنا عارفين ان حماس اطلقت طوفان الاقصى. ما هو المتوقع؟ المتوقع الان طبقا لاعلانات حماس ان هناك العديد من اللي بيسموهم اللون وولف، الذئاب النائمة في الضفة الغربية. هنا بقى انت بتتكلم قطاع غزة والضفة الغربية، وتتوقع اسرائيل ان يتحرك هؤلاء. علشان كده لو تلاحظوا بدأ الضرب بالفعل والاشتباكات بالرصاص الحي داخل الضفة الغربية، وبدأت ايضا عمليات القصف المباشر لغزة ودون تمييز. ماذا سيحدث في الساعات القادمة هو امر لا يستطيع احد ان يتنبأ به. ولكن خلينا ننتقل بكم على طول الى مصر. مصر وموقف مصر من هذا، عايز اقول لكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع النهاردة هذه التطورات من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، ووجه مصر وجهت بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. طبعا الكثير من الآراء اختلفت في الوطن العربي كله، في ناس طالعة فرحانة وفي ناس طالعة بتقول أخيرا وغيره وغيره وغيره. ولكن أرجوكم خدوا بالكم من حاجة، أنا لا أنظر الآن إلى النهاردة وبكرة، أنا أنظر إلى رد فعل حكومة إسرائيلية ودولة إسرائيل التي ظهرت أمام العالم كله فجأة وموجودة على كل السوشيال ميديا، ويعني تم إحراجهم إحراج انتوا لا تتخيلوا المنظر، وهم حاطين الجنود على الارض واسرينهم او ضربين ده او ضربين ده او دخلوا بكل هذه السهولة وسط كل الـ يعني الاصوات الاعلامية والكلام الدائم حول قدرة اسرائيل وغيره وغيره وغيره. وبالتالي انا انظر الى رد الفعل الاسرائيلي تجاه اهلنا والمواطنين الفلسطينيين. الرئيس بيتابع الموقف بشكل كبير ووجه قال لك حوله الاحتواء. ومصر خرجت ايضا ببيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، واكدت في البيان بتاعها ان هي تحاول تركيز الجهود الدولية على وقف التصعيد والعنف في الاراضي المحتلة، وحذرت من ان التصعيد الجاري بين الجانبين في اعقاب سلسلة الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، وقالت ان ده هو جاي بعد ايه؟ احنا قعدنا قد ايه وبقالنا كام شهر مصر بتتدخل لوقف اعتداءات اسرائيلية واضحة امام العالم كله على المدن الفلسطينية وعلى الفلسطينيين. فمصر خرجت في البيان صادر وطلبت ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر. على الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير يا فندم. رأي حضرتك في هذا التطور المفاجئ؟ هو كان سعادة السفير أنا مش قادر أسمع حضرتك، التليفون بيقطع، هنحاول الاتصال بيك مرة أخرى، نعاود الاتصال بسعادة السفير محمد حجازي. عايز اقول لك ان من ضمن الحاجات ايضا الخارجيه المصريه عشان بتتابع الموقف ده، اللي انا مستغرب له جدا في وسط كل هذه الاحداث، ان نتنياهو الان امام ازمه داخليه عنيفه للغايه. هذه الازمه بعد ذلك ستعصف بالكثير من القاده داخل والمسؤولين داخل اسرائيل، بس ده شك، ده شيء بتاعهم هم. انما انا بتكلم على رد الفعل الذي سيكون ضد الجميع. لو حضراتكم تلاحظوا وكلكم تقدروا تجيبوا الفيديوهات، على فكرة في الاف الاف الفيديوهات الان على السوشيال ميديا تقدروا تتابعوها وتشوفوها، وكان من ضمنها ان في مستوطنين سواء كانوا موجودين وهم بيصوروا الفلسطينيين، او لما اجى شاب فلسطيني وواحد من المقابة الفلسطينية او من الشباب الفلسطيني وغطى سيدة من المستوطنات وغطاها وهي بتحمل ابنها، وقعد يقول لها امان امان علشان يقول لها ما تقلقيش، وقال لهم يا جماعة ما تعاملوهمش المعاملة اللي بيعاملوها لنا، ما تعاملوهمش المعاملة اللي هم بيعاملوها لنا، عاملوهم بآدمية. وكل ما انت تمشي وهم ماشيين بالموتوسيكلات وهناك صحفي فلسطيني شاب
استطاع أن يدخل مع هذه الفرق وبيسجل بموبايله الكثير من الأحداث. زي ما قلت لكم الخارجية الفلسطينية طلعت قالت إيه؟ قالت لكم حذرنا من خطورة عدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وهذا صحيح، ومصر حذرت وكل دول العربية حذرت. رجعت بقى ردود الأفعال الدولية، عايز أخدكم إلى هذه المنطقة. كده أنا استعرضت معاكم ما يحدث، كده استعرضت معاكم رأي مصر وموقف مصر والخارجية المصرية، وبالتأكيد سيكون هناك تحرك قوي جدا خاصة بعد توجيهات السيد الرئيس. هخش بيكو على ردود الأفعال الدولية. نتنياهو تلقى اتصال هاتفي من جو بايدن الرئيس الأمريكي. خرج أيضا طبعا كل الزعماء أو معظم الزعماء الأوروبيين سيخرجون للتعبير عن غضبهم من هذه الهجمات على الإسرائيليين. ولكن الأمم المتحدة دعت إلى وقف العنف في غزة فورا، ودعت الجميع للتهدئة لتجنب المزيد من إراقة الدماء. برلمان العربي خرج في بيان له يحذر وبيقول التصعيد الخطير الجاري في الضفة الغربية وغزة والقدس منذ صباح اليوم سيؤدي إلى مزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة. اللي عملته اسرائيل هو ايه؟ اضرب المربوط يخاف السايب. طيب انت عندك ناس بتهاجم مستوطنات في قطاع غزة تبع حماس، تخش على القدس تضرب الناس فيها ليه؟ تخش على الضفة الغربية تضرب. هو يريد الان ان يظهر سيطرته على كل المناطق داخل اسرائيل. وقال نتنياهو وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ان احنا سنتحرك لتمشيط كل المستوطنات والتأكد من أننا نستطيع طرد كل هؤلاء العناصر خارج المستوطنات. الصور اللي حضراتكم شايفينها، القصف اللي بيحصل في غزة هو قصف عشوائي جامد جدا، طلعات جوية مستمرة، ولكن في نفس التوقيت هناك أيضا صور أخرى من داخل المستوطنات. هل ستنسحب مجموعات حماس من ثلاث أربع مستوطنات مختلفة دخلوها وما زالوا بها حتى الآن؟ محدش عارف. هل سيستمر تدفق مزيد من شباب حماس ومزيد من الكتائب إلى تلك المناطق؟ محدش عارف. هل هناك معدات عسكرية استطاعوا السيطرة عليها وإعادتها إلى غزة من معدات الجيش الإسرائيلي؟ نعم. عددها إيه؟ محدش عارف. أبعدها إيه؟ محدش عارف. على الإطلاق عاد إلينا السفير محمد حجازي مرة أخرى على الهاتف. سعادة سفير، أهلا بك أستاذ شوردي. أهلا وسهلا. أهلا بك. رأي حضرتك في هذا التوقيت 7 أكتوبر، هجمات غير متوقعة من حماس برا وجوا بطائرات بسيطة جدا جدا، وأيضا بحرا على مستوطنات إسرائيلية في أنا هقولها في الدائرة الأولى حول غزة. بكل تأكيد يعني هو مشهد متوقع نتيجة جمود الوضع السياسي واستفزازات الجانب الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة التي لم تدخر يعني جهدا عبر الأشهر الماضية في القيام بعمليات استفزازية وتسليط المستوطنين على أبناء شعبنا في غزة والضفة والتعدي على المقدسات الإسلامية، ومع غياب الأفق السياسي وسياسة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة وتوغلات للمستوطنين وشهداء 256 شهيد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، كلها أمور تقود لانفجار أو تفجر الأوضاع على هذا النحو. وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن غياب الأفق السياسي والممارسات العنيفة واقتحامات المدن الفلسطينية كان في مجملها سببا رئيسيا في تفجر الأوضاع. تمام أفندم. يا سعاد سفير، أنت تحدثني بالمنطق، ولكن تصريحات نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم بعد هذه المفاجأة دي، أنا عايز أقول لحضرتك دول أكلوا ألم أمام العالم أجمع. يعني الذي حدث لهم أمام الرأي العام الإسرائيلي منقلب عليهم انقلاب عنيف، وأنا أخشى من رد الفعل، لأن نتنياهو لن يبدأ
في التفكير أو الجانب الإسرائيلي قد لا يبدأ في التفكير قبل أن يشعر أنه استعاد كرامته بإظهار قوته. أنا أتفق معك سيد محمد بكل تأكيد، نحن أمام أيام صعبة ستمر على الداخل الفلسطيني وأبناء شعبنا في غزة والضفة، ولكن علينا أيضا أن ندرك أن المجتمع الدولي وحمله السيد الرئيس وبيان الخارجية اليوم مسؤولياته، لأن غياب الأفق السياسي هو ما أدى إلى هذا التفجر، بالإضافة لحكومة يمينية متطرفة لا تبحث عن حلول، وليس فقط ذلك هي لا تبحث عن حلول ولكن تستفز الداخل الفلسطيني والعربي والإسلامي بشكل غير مسبوق. وبالتالي المشهد اليوم سيقود بكل تأكيد لردة فعل إسرائيلية عنيفة، وبعد سقوط الشهداء والضحايا كما كانت الأوضاع في 2007 و2009 و2014 و16، يعني كلما غاب الأفق السياسي واستمرت الممارسات الاستفزازية التي تطال الآن المقدسات الإسلامية، فأيضا هناك يعني أوضاع دولية ضاغطة ولا تؤدي طيب للقضيه الفلسطينيه. هنا يقودني الامر الى سؤالين، هل تتوقع تحرك في جبهه جنوب لبنان اذا ما كانت الهجمات عنيفه على الفلسطينيين؟ والله يا استاذ محمد اذا ما بدات حرب لا تعرف كيف تنهيها، واذا ما بدا المشهد يتفجر فكل الاحتمالات ممكنه. احنا نامل ان تكون دعوه مصر للاطراف ودعوة العالم لتحمل مسؤولياته هي الصوت الذي يجب اسماعه لجميع الأطراف في هذه المرحلة حقنا للدماء وإطلاق عملية سياسية في وإعادة الحقوق. بالضبط، إعادة بالضبط كده سعادة سفير محمد. تماما سعادة سفير محمود حجازي، بشكرك شكرا جزيلا. محمد حجازي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أنا آسف، كنت عايز أقول لحضراتكم على خبر أيضا. خدوا بالكم ان الاخبار ستتوالى وهتبدا الدنيا، يعني انت لو قعدت قدام التلفزيون او قدام السوشيال ميديا دلوقتي هتتابع بالثانيه ما يحدث في العالم. العالم كله انظاره موجهه الى هذه المنطقه الان. طبعا احمد ابو الغيط امين عام جامعه الدول العربيه اصدر بيانا دعا فيه الى وقف العمليات العسكريه في غزه بشكل فوري، مذكرا بما سبق أن تم التحذير منه مرارا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور. هو ده كلام مصر الذي بدأ منذ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الملف الفلسطيني. فاكرين لما كنت بقول لكم في كل زيارة في أي مكان حول العالم وهناك لقاءات على مستوى القمة يكون الموضوع الفلسطيني أمام الجميع؟ يا جماعة بعد إذنكم احذروا، دي نقطة انفجار. ما هي الناس دي بتتضرب وبتهدها وبتهد بيوتها وبمنعها تشتغل وعندهم أزمات اقتصادية، كل ما يمكن أن تتخيلوه تماما. ما الذي تتوقع منهم ردا للفعل؟ وبالتالي الآلة الإعلامية الإسرائيلية في الأيام القادمة ستستمر في محاولة إظهار ما حدث على إن هم اللي بيتعرضوا للضرب، ويقعد يطلع يقول لك بص شوفوا عملوا فينا إيه، ده إحنا بندافع عن نفسنا. ويحاول نتنياهو إنقاذ وجه حكومته التي أثبتت النهاردة إن هي ما عندهاش أي دراية، ولا حتى الجنود اللي كانوا موجودين ما شافوش الناس نازلة عليهم من السماء. الاشتباكات اللي حصلت كانت اشتباكات بسيطة ما تبينش حجم الاعتداءات او حجم القدرة على حماية هذه المستوطنات. وبالتالي هو يواجه ازمة اعتقد بما نعلمه عنه لن يستطيع ان يخرج منها على الاطلاق الا بالسيوف الحديدية، وهو ما اطلقه على العمليات العسكرية التي سيقوم بها. اتمنى ان احنا يستطيع في وقت من الاوقات سريعا وان يفيق العالم الى الرسائل العقلانية. خدوا بال حضراتكم ما خرجش اي حد قال من الجانب العربي والجانب الاسلامي وكل الناس قالك نرجو ضبط النفس، ما حدش خرج يأيد بشكل واضح هذه الهجمات، ولكننا عندنا تبرير لهذه الهجمات اللي عملتها حماس. هناك تبرير واضح امام العالم كله. الباقي بقى اللي انا عايز اسأل عليه، هم
الناس اللي عمالين يتكلموا عن حقوق الانسان ما تكلموش عن حقوق الانسان الفلسطيني ليه؟ ما تكلموش عن حقوق الناس اللي بتتضرب كل يوم ليه؟ وده بيهدد بانفجار عنيف، وحدث هذا الانفجار وهنتابعه مع حضراتكم. حتى الان ايضا بدأت الحملات الرئاسية داخل مصر في التعليق على هذه الانباء وهذه الاخبار. المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ادان الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة. انت تواجه ناس معها رشاشات، خش واجه الرشاشات، انما انت ليه بتروح ضارب فيهم في قطاع غزة؟ واستخدام الجيش الاسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني. مرشح الرئاسي حازم عمر دعا الجانب الاسرائيلي الى ضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات، التحلي بضبط النفس وعدم التصعيد، وحذرهم من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع اساسا بسبب الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الاسرائيلي على اللجوء اليها، والتي تؤدي الى تقويض كافة الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام. مرشح الرئاسي ايضا الاستاذ الكبير فريد زهران اعلن متابعته للتطورات السريعة للمواجهات بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال، وقال اكد ان مقاومة الاحتلال حقق فلته كل الشرائع الدولية، وان اسرائيل وجيش المحتل وحكومته اليمينية المتطرفة المتشددة تمارس جرائم متكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال جرائم القتل خارج القانون والتهجير القسري والاستيطان وخرق كافة الاتفاقات الدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا من الرئيس الفرنسي أيضا في هذا الشأن إيمانويل ماكرون، وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف احتواء الموقف. طيب خليني اخد حضراتكم وانتقل بكم الى الوضع الداخلي. على فكرة كل شوية هتلاقوني بطلع لكم وبقول لكم ايه الاتصالات هنا كده، زي ما احنا بنقسم اي حاجة في التغطيات الاعلامية بتكون ايه، عندنا الصدمة، الحدث، متابعة الحدث، متابعة ردود الأفعال المباشرة داخل الحدث، ثم المجتمع الدولي ومتابعة ردود الأفعال للمجتمع الدولي. فاحنا كده هنتابع مع حضراتكم في خلال الساعات القادمة، وهتتابعوا انتوا ايضا الثلاث حاجات دول لانهم مستمرين، ولكن يتزايد عليهم هي المحاولات الدولية سواء لاحتواء الموقف او للتدخل. وانا اعتقد انه في النهاية قد يستطيع البعض احتواء الموقف بعد عدة ايام، قد يكون هذا بمثابة انذار للعالم، انتم بتسكتوا عن حقنا كتير جدا واحنا خلاص بننفجر. فيبدأ الحوار مع الحكومة الاسرائيلية حتى نعود مرة اخرى الى مائدة المفاوضات. لهنا انا هقف شوية وهتابع معاكم خلال الحلقة اي اخبار جديدة هتجيلنا، وانتقل بكم الى الحقيقة الاحداث الداخلية في مصر، وهو مؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي. أنا آسف جدا وبقول لحضراتكم الآتي، منذ الآن عندما أتحدث عن رئيس الجمهورية هقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن عندما أتحدث في الفترة القادمة عن الانتخابات الرئاسية سأتحدث قائلا المرشح عبد الفتاح السيسي. النهاردة عقد مؤتمر صحفي، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني للحملة بتاعة المرشح عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول عملته هذه الحملة النهاردة علشان يعلن عن تفاصيل الحملة الانتخابية وإعلان تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل. في تصريحات كثيرة اتقالت النهاردة في هذا المؤتمر الصحفي،
وإجابة على أسئلة للعديد من الإعلاميين اللي كانوا متواجدين في هذا المؤتمر. من ضمن التصريحات اللي قالها النهاردة المستشار محمود فوزي أن مئات الآلاف من المواطنين أقبلوا على تحرير توكيلات للسيد عبد الفتاح السيسي. عايز أقول لكم أن عبد الفتاح السيسي حصل على دعم ترشيحه من أكثر من 440 تقريبا عضو من البرلمان المصري، ولم يكن يحتاج إلى التوكيلات، ولكنه أيضا حصل على أكثر من 1,350,000 أو 1,130,000 تأييد لترشيحه من المواطنين من عدة محافظات مختلفة. والنهاردة المستشار محمود فوزي قال أنا اتشرفت الحقيقة أنه هو تم اختياري لرئاسة هذه الحملة الانتخابية، وجه الشكر للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية. أنا واقف أمام لغة التخاطب الواضحة جدا اللي بتوريك أن احنا زي بعض. أنا بشكر السيد عبد الفتاح السيسي، لما نتحدث عن رئيس الجمهورية يبقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده حاجة أرجوكم اهتموا بيها في الفترة القادمة، لأن دي اللي بتدي لي انطباعات مختلفة عن سواء طريقة التخاطب مع الشعب المصري، سواء طريقة الحملة نفسها أو الحملات المختلفة اللي احنا هنغطي أي مؤتمر صحفي، أي تحرك، أي بيان، أي خبر لأي مرشح رئاسي. سنقوم بتغطية هذه الأخبار، وحنحضر المؤتمرات بتاعتهم، وحنسألهم ونوجه لهم نفس الأسئلة. أكد المستشار محمود فوزي الحقيقة أن القاهرة كانت أعلى المحافظات في تحرير التأييد للمرشح الرئاسي السيد فتح السيسي، وأن سيدات الجيزة أكثر تحريرا لهذه التأييدات، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد أنه يثق في استقلالها وحيادها ونزاهتها، وأكد أن المرشح عبد الفتاح السيسي يتمتع بتأييد وقاعدة شعبية عريضة. طبعا هو بدأ يستعرض بعض الخطوط العريضة للإنجازات التي قام بها المرشح، لأن المرشح عبد الفتاح السيسي استطاع إنجاز الكثير من الإنجازات. ومن مهمة الحملات دائما لو كان هذا المرشح زي ما حصل بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية في أي حتة في العالم، لازم اللي بيتحدث باسم المرشح أو حملته تبين ما قام به من إنجازات أمام الجميع، علشان تبدأ تقول طيب وآدي كده اللي هنكمله، ده اللي انت هتسمعه بعد كده من هذه الحملة. أكد المستشار محمود فوزي أن المرشح عبد الفتاح السيسي بيدعو الناس كلها للمشاركة في الانتخابات والاشتراك الإيجابي بغض النظر عن الاختيار، وقال وتقدم بتحياته لكل راغبي الترشح أو الذين تقدموا بأوراقهم بالفعل. كان هذا المؤتمر الصحفي، خلينا نشوف جزء منه ونرجع لحضراتكم تاني. محمد عبد الناصر، جلالة الدستور. سؤال لحضرتك متعلق بالظروف الاقتصادية، وهي أزمة عالمية بمر بيها، لكن سؤالي متعلق بالمواطن بيشعر بالقلق من المستقبل نتيجة الظروف دي، واللي طبعا ليها تأثيرات عالمية كبيرة بتأثر علينا هنا داخل مصر. إزاي الرؤية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هتتعامل مع هذا النقطة؟ طيب شوف محمد، خلينا نتكلم بصراحة. الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية، ليست أزمة مصرية فقط، لها انعكاسات مصرية، نعم نعترف بذلك. بشكل أساسي هناك تضخم يجب علينا أن نواجهه، يعني سلاسل الإمداد، العملة الصعبة أصبحت يعني فيها مشاكل في العالم كله. إحنا بالنسبة لنا هناك رؤية للمرشح الرئاسي سيتم إعدادها وجاري إعدادها بالتوافق، وسيتم إعلانها. والحقيقة أن الجانب الاقتصادي له الباع الكبير في هذه الرؤية، لكن يعني نحن متفائلون إن شاء الله بالقادم، لأن إحنا عدينا المرحلة الصعبة. الحقيقة أن المرحلة الصعبة التي كانت تستلزم مننا الجهد الأكبر الحمد لله عدت، فإن شاء الله ده هيبقى له مقامه التفصيلي، ده هيبقى له حوارات وندوات واجتماعات، سنعلن عن الجانب الاقتصادي في هذه الرؤية يعني بشكل أكبر. حابب بس أقول إن الدولة ومن خلال الحوار الوطني حددت يعني خطوات كتيرة، الحكومة
مدعومة من القيادة السياسية أطلقت سياسة ملكية الدولة التي هدفها النهائي والأخير تشجيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة المساحات المكفولة للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة. طبعا السؤال اللي وجهه زميلنا العزيز أستاذ محمد عبد الناصر إلى المتحدث محمود فوزي أو المستشار محمود فوزي سؤال مهم جدا ويمكن بيدور في أذهاننا جميعا، الحالة الاقتصادية. وهو اضطر المستشار محمود فوزي ان هو يحط له الخطوط العريضة، والمستشار محمود فوزي تحدث وبكده عرفنا ان هناك برامج ستطرح وان هناك نقاشات ستحدث وسيكون متاحا للجميع الاطلاع على هذه البرامج وعلى هذه الرؤى المختلفة التي ستكون في اطار حملة المرشح عبد الفتاح السيسي. على الهاتف المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. مهندس حسام مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك. الان اليوم رسميا المرشح عبد الفتاح السيسي اجرى الكشف الطبي بمستشفى العاصمه الاداريه بالفعل. المرشح عبد الفتاح السيسي ايضا اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات ان هو النهارده انتهى اليوم الثالث من الايام المحدده، ولكن قبلت طلب الترشح للمرشح عبد الفتاح السيسي. يعني اليوم الثالث حتى الآن الوحيد الذي تقدم هو المرشح عبد الفتاح السيسي. أولا رأيك إيه في المؤتمر الصحفي الذي تم اليوم، وأيضا أين بقية المرشحين؟ يعني رأيي في اليوم النهاردة بداية تدشين بحملة السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، بداية قوية وفي نفس الوقت غير انها قوية فيها نوع جميل من الشفافية والرقي. يعني اما بيبقى المتحدث باسم الحملة ورئيس الحملة وهو بيتكلم المستشار محمود فوزي وبيقول استعداد الحملة حتى للتناقش مع الحملات الاخرى في خروج انتخابات رئيسية وهو اكبر منصب في مصر بطريقة طليق بمصر وأدبيات الانتخابات. وعلى فكرة يا أستاذ محمد وانت سياسي قدير ولفيت العالم في السياسة أنا عارف كده، انت عارف ان أدبيات الانتخابات في العالم بتختلف طبعا. يعني في حاجات الأمريكان متعودين عليها دي طبيعة ما مش عندهم عيب، في بلاد أخرى حتى في أوروبا لا اللي الأمريكان بيعملوه ده عيب لا يصلح. فكل بلد لها تقاليدها المعينة في انتخاباتها، أنا بتكلم تقاليد الأدبيات بغض النظر عن القانون. فكان النقطة دي كانت الحقيقة جميلة جدا منه. أما المرشحين الآخرون المحتملون اللي احنا سمعينه طبعا من برا إن في منهم خلص التزكية من مجلس النواب وبالتالي هو انا حتى الان اللي انا اعرفه ان احنا عندنا ثلاثه مخلصين التزكيه بتاعتهم وهم قيد الكشف الطبي، مش كده؟ بالظبط كده. وبالتالي في يعني ايه هقول فرصه اللي ما بقولش مؤكد لانه في الاخر مرشح محتمل، انما بعد الكشف الطبي وبعد الحاجات الثانيه انما خلصوا برضو امر صعب او امر مش سهل اللي هو التزكيات بتاعت النواب. عندك مرشحين خلصوها على ما اعتقد زي ما اعلن الاستاذ حسن عمر على ما اعتقد طبعا الاستاذ زهران والاستاذ عبد السند يمام الوالد. فدول احنا بنتكلم على ثلاثه فاضل الكشف الطبي، وعلى ما اعتقد لو الامور جرت على خير هيبقى عندنا حتى الان اربع مرشحين، وفي من اعلنوا بعد كده مستنيين هل هيعرفوا يحصلوا على التوكيل. هم المرشحين المحتملين القادمين اللي هو المفروض بقى يعني يحاول يجيب توكيلاته. انا بس عايز اسالك سؤال في هذا النطاق بعد اذنك. انا لغايه دلوقتي اشهد ان هناك تحركات ووجود، احنا لسه الباب مفتوح قدامنا صح، يعني لسه في كمان خمس ايام او ست ايام في التقديم. هل تتوقع ظهور وجوه مختلفة اخرى جديدة؟ هل تتوقع قدرة الاخرين على جمع توكيلات؟ رأيك ايه؟ رأيي الشخصي
كصديق سياسي تمام هقول لحضرتك حاجه. انا بس مستغرب من حاجه وهذا رايي الشخصي، ان الانتخابات معادها عموما مش غريب، ودايما اللي بيحاول يقول هرشح نفسي في الانتخابات المفروض يبقى مجهز نفسه بسنه وسنتين. ده بسم الله الرحمن الرحيم اقل واجب انتخابات رئاسه. انا مش راضي اكمل ان ده انتخابات الانديه بتبقى كده وانتخابات مجلس النواب بتبقى. فانا اللي اقصده انا بتكلم في عمليه التوكيلات، انا بتكلم على العموم المفروض كان بيبقى في تجهيز على ما اعتقد كبير، نقل جماعي، حمله ما انت لازم وانت نازل لمنصب كده وراك حزب قوي يا وراك تيم قوي، في الاول والاخر انت مجهز مش حاجه فرديه. طب لماذا تقدمت حمله عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي بالنوعين اللي طالبهم الدستور؟ يعني انت احنا كده بنتكلم ان الهيئه الوطنيه طالبه يا اما توكيلات من مجلس النواب وهو حصل على اكثر من 440 توكيل حتى الان، واما توكيلات من افراد الشعب 25,000 من 15 محافظه قد تقدموا ويقال انهم تقدموا باكثر من مليون و130,000 تقريبا. 130,000 طيب هل تعتقد ان في مرشحين تانيين بقى اللي جابوا؟ ما في ثلاث مرشحين ايضا جايبين من مجلس النواب، هل هيعملوا نفس الحكايه وينزلوا ايضا ويطلبوا توكيلات من الشعب لاظهار مدى قوتهم في ارض الواقع او في الشارع؟ الحقيقه كنت شايف تحرك من الاستاذ عبد السيد يمامه برضه في كم توكيلات. انا بتكلم عن ما اعرفش الباقي ولا، بس انا شاهدت يعني في حركه الاستاذ عبد السند يمامه ان هو بيحاول برضه بيلم توكيلات. هي الصيغه في الدبيت انت جبت المحدد القانوني والدستوري، ولكن استاذ محمد دي بتبين برضه قوه مرشح، ده وضع طبيعي يعني ان انا مع الناس اهو، مش الناس بس، الناس والمكنه الانتخابيه بتاعتك ايه؟ مين بيحشد لك؟ بص مهندس حسام، دي حاجات هنتكلم فيها في اثناء الفتره الانتخابيه. مهندس حسام الخولي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا الايضاح. هنطلع فاصل وهنرجع تاني. يمكن الاحداث فرضت نفسها علينا، انا كنت مخصص حلقه النهارده الحقيقه يعني عشان اكمل مع الاخوه بتوع البرلمان الاوروبي بالامانه يعني. اولا اشكركم جميعا على هذا الدعم، لما كلمتهم امبارح باللغه الانجليزيه وعملت حاجه كده الناس بتتناقل ده بشكل كبير جدا جدا، ولكن يجب ان نخاطب هؤلاء بلغه يفهموها، لان احنا لما بنتكلم دايما مع بعض بالعربي وبيننا وما بين بعض ونطلع البيانات وغيرها وغيرها، لا انا عايز اخاطب اللي هم بيخاطبوهم وهي الشعوب المختلفه اللي بتاخد عننا افكار غير صحيحه. بغض النظر عن مدى انت بشايف هما بيقول ايه، ولكن يعني النفاق في مسألة ان هو يبص على حتة قد كده وسايب العالم كله مولع وسايب ملايين اللاجئين وسايب اللي بيحصل في السودان وسايب ده وسايب ده، انما خلونا نتناقش على نظرة المتخصصين فيما قاله البرلمان الأوروبي. بعد الفاصل ضيوفي الأستاذ أيمن نصر رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، والأستاذ المستشار طبعا عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. عندما يكون الأمر يتعلق بحقوق الإنسان ويطلع عندنا برلمانيين يتكلموا عن حقوق الإنسان فيجب أن نلجأ إلى أهل الخبرة. أنا تحدثت بالأمس وعلقت بالأمس باللغة الإنجليزية لأنني كنت جزء من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي، وأنا كنت أناقش نيابة عن مصر في جنيف في لجان حقوق الإنسان وبحضر وبشوف وكل حاجة. ولكن ضيوفي النهاردة هم الأكثر قدرة والأكثر دراية بما يحدث الآن على هذه الساحة في أوروبا وفي سويسرا خاصة. ضيوفي هو الأستاذ
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، أهلا بيك معايا. والأستاذ المستشار الكبير والصديق العزيز عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهلا بيك. أهلا بيك. هبدأ بحضرتك، أنا هو سؤالي ليكم أنتوا الاثنين، رأيكم إيه في اللي عملوه ده؟ يعني فجأة كده خارجين وهجمات من عدة برلمانيين، أنا شايفه برلمانيين مختلفين من دول مختلفة. أيوة، لكن في النهاية أنت أمام قرار من البرلمان الأوروبي، قرار في توقيته كان متوقع. أنت عندك معركة انتخابية، عندك منافسة، عندك شكاوى، عندك أزمة مرتبطة بحقوق الإنسان بصفة مستمرة، بيعتبرها أداة من أدواته اللي بيتدخل فيها في الشؤون الداخلية للدولة المصرية. فإحنا كنا متوقعين أنه ما فيش مرة البرلمان الأوروبي يعني بينظر حالة مصر غير لما بيتكلم عن حالة حقوق الإنسان. إيش معنى بيتكلم في الحتة دي بس؟ أنا أتصور أن دي القضايا المطروحة في الوقت الراهن. يعني إيه القضايا المطروحة؟ يعني كان في قضيتين مطروحين، القضية الخاصة بهشام قاسم والقضية الخاصة بشكاوى طنطاوي. يعني طنطاوي اشتكى البرلمان، راح هو لا هو بيشتكي هنا وممثلينه هنا بيرفعوا الشكاوى دي. خلينا اقول لك، احنا بمجرد ما صدر عن الحمله شكوى انها بتقابل صعوبات في تحصيل التوكيلات، المنظمه المصريه اصدرت بيان قوي جدا، الشبكه هيئه الانتخابات مباشره مع البيان اللي اظهرته المنظمه وحققت فيه وتبين عدم صحه الشكوى. ثانيه واحده، يعني انتوا كمنظمه حققتم؟ حققنا وخدنا الشكوى كمان وبعتناها للهيئه الانتخابات، وهيئه الانتخابات تحققت فيها وانتوا حققتوا فيها وتبين وتبين عدم صحتها. وقلنا كمان واعلنا كمان في البيان بتاعنا انه المواطن، اصل انا شايف فيديوهات لناس واقفه عشرات ومئات موقفينهم طابور كده قدام مكاتب توثيق عشان يعملوا توكيلات. احنا قلنا في بياننا انه اي مواطن بيأيد اي مرشح محتمل قابل مشكلة في تحرير التوكيل عليه ان هو يتواصل معنا في المنظمة واحنا هنساعده في انه يعمل التوكيل بتاعه. لانه جالكوا حد؟ الحج ما جالناش حد خالص، وانا بقول من خلال برنامجك اهوت ان احنا ابوابنا مفتوحه لاي مواطن. والاستاذ احمد طنطاوي ما بعتلكوش يقابل صعوبات؟ لا، احنا اللي الشكوى لما اتنشرت على السوشيال ميديا احنا خدناها وعملنا على ضوءها بيان وطالبنا الهيئه الوطنيه للانتخابات انها تتحقق من صحه الشكوى، وحققت اللجنه مباشره. انا هرجع لك في الحته دي، انا حته مهمه جدا. استاذ ايمن، رايك ايه في هذا التوقيت؟ هل انت برضه كنت متوقعه كده اللي هو ده العادي بتاعهم يلعبونا بالطريقه دي؟ اسمح لي في البدايه، انا تابعت الحلقه امبارح وبشكرك على الانجليش ستيتمنت اللي انت طلعته بخصوص البيان، كان مهم جدا. خليني اقول لحضرتك ان طبعا دي مش المره الاولى اللي يصدر فيها بيان عن الاتحاد الاوروبي. في 2021 و2022 صدرت بيانات، واحد عن جوليو ريجيني والآخر عن أحد السجناء السياسيين. الفكرة التصويت عشان برضو نبقى عارفين أنه كانت معانا أفغانستان وكانت الدولة المصرية. أفغانستان تم التصويت 500 صوت من 705، يعني في إجماع أن هناك في تجاوزات وانتهاكات في ملف حقوق الإنسان في أفغانستان، لكن حدث انقسام كبير جدا. الدولة المصرية التصويت 379 من 705، يعني تقريبا بعد النص في 26. طيب، في دلالات مهمة جدا. الجزء اللي رفض التصويت وما صوتش ليه؟ احنا عندنا ثلاث أسباب مهمة جدا. السبب الأول أن هناك في قناعة أن التقارير التي يعني استند عليها فيها معلومات كاذبة ولا ما فيهاش نزاهه وحياديه، وبالتالي شاف انه التقارير دي المفروض بشكل او باخر لا يتم الاعتداد بها في ملف حقوق الانسان في مصر. النقطه الثانيه انه في عدد كبير من نواب البرلمان بيشوفوا انه التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في 75 ل 80% من الدول الاعضاء ال 193 في الامم المتحده. يعني اي دوله، الولايات المتحده الامريكيه، دول الاتحاد الاوروبي نفسها فيها مشاكل، وبالتالي انا ليه بسلط الضوء فقط على الدوله المصريه وبحاول اكبر من حجم المشكله؟ ما هو ده بقى ليه؟ قول لي. ها ده ليه؟ لانه هناك في استهداف واضح للدوله المصريه، هناك في عدد من المنظمات الدوليه دائما ما تعمل طوال السنه بتمويل مستمر اي مناسبه تيجي. يعني احنا عندنا مناسبه انتخابات رئاسيه، يبقى المنظمات دي تتحرك بشكل كبير جدا. وخليني اقول لحضرتك ان التعاون وثيق، يعني النهارده بنقول مثلا امنيستي، العفو الدوليه، بنتكلم عن هيومن رايتس ووتش، وبيتعاونوا مع عدد يجي حوالي 20 منظمه تنتمي لجماعه الاخوان، ويبداوا يعملوا حاجه لطيفه جدا، يبدا يجيب شهادات حيه
المفروض ان هي شهادات حيه موثقه يتكلم عن، انا بتكلم بشكل عام عن ملف حقوق الانسان في تجاوزات في الدوله المصريه. اول ما يبقى شهادات حيه من مين؟ من يعني ناس. مثلا من ناس يعني، يعني يطلع محمد يقول ضربوني يا باشا اختفاء قسري مثلا، يجيبوا واحد مثلا ينتمي لجماعه الاخوان، عايش مثلا في انجلترا مثلا مهد التنظيم، ويجي يقول تعالى ادينا شهاده حيه. ايه الشهاده الحيه دي؟ انا بقول ان قريبي ده انا بتصل بيه او ابن خالي او ابن عمي ما بيردش ومش موجود ومختفي، دي شهاده حيه وبيوثقوها على اساس ان ايه الكلام دوت. دايما دايما المنظمات الدوليه بتبقى عايزه تشتغل بس ما عندهاش قدره ان هي تدي التقارير دي اللمسه المصريه. اللمسه المصريه بتيجي من جماعه الاخوان والمنظمات الحقوقيه التابعه لها اللي هي اشتغلت بشكل كبير جدا بعد 2013. طيب المنظمات دي بتستنى الفرصه، يعني ايه؟ زي ما قلنا عندنا انتخابات رئاسيه يبقى نتحرك بشكل كبير، مش مهم ايه الملفات، المهم ان احنا نطعن في نزاهه ملف حقوق الانسان في مصر ايا مكان بقى ايا مكان. طيب واختاروا طبعا الفتره الحاليه عشان اعود لحضرتك من ضمن الحاجات واللي انا قلتها امبارح لحضرتك، اشكرك ان انت تابعت الحلقه وعجبك التعليق بتاعي ده، هي ان واحد طلع قال لك ده قابضين على 70 واحد. مش انتوا يا عم بتوع حقوق انسان عندكم اسماء السبعين دول؟ مفيش حد قدم لنا شكوى فيها 70 عضو، واحنا في المنظمه بصفه مستمره بنطالب بالافراج عن اي متهم في قضايا متعلقه بحريه الراي والتعبير. طبعا لكن البعض بيدعي على غير الحقيقه ان في ناس اتقبض عليها بمناسبه حريه الراي والتعبير او بمناسبه دعمهم او مناصرتهم لمرشح من المرشحين. يا استاذ محمد احنا عارفين ان اي انتخابات اسمها معركه انتخابيه. معركة انتخابية يعني عندنا توقعات انه الناس هترمي بلاها وان الناس هتدعي أيوة. هتدعي ادعاءات كلمني كده أيوة. هترمي بلاها ايوه هترمي بلاها طبعا وهتدعي ادعاءات أيوة. غير صحيحة وهيتم اصطناع بعض الاحداث، كل ده متوقع في اي معركة انتخابية. فندم ولكن هذه يعني انا اتذكر ايمن نور وفاكر ايمن نور وفاكر ايمن نور من اول ترشحه اول مرة لما جاب مخرج يرمي على نفسه دم ويعمل يعني انا عشت ده شفته انما يعني بيبطح نفسه عليه. انما انت تروح امام المجتمع الدولي وتقدم شكاوى تدعي هذه الادعاءات دون ان يكون هناك، طب اديني اسم 10. خليني اقول لك بس ما فيش حد قدم شكوى للمجتمع الدولي. امال هم تبرعوا؟ لا هو زي ما قال الاستاذ ايمن بيقول لك في منظمات مصريه خرجت من مصر بعد 2013، في جماعه الاخوان اللي يعني متركزين في اوروبا، هم دول اللي بتبنوا اي شكوى بتتقال اي حدث بيتقال ويكبروا هذا الحدث ويقدموه للاتحاد الاوروبي او للبرلمان الاوروبي او للمنظمات الدوليه. في المناسبات هم خرجوا من مصر عايشين فين ومين بيصرف عليهم؟ دي نقطه مهمه جدا. بعد 30 يونيو جماعه أيوة. الاخوان لم تكن تستخدم ملف حقوق الانسان، ولكن ملف حقوق الانسان هو احد اهم القوى الناعمه، ولقوا الحقيقه انه ده مدخل كويس جدا لتشويه سمعه مصر امام المجتمع الدولي، فتوجهوا بشكل كبير جدا في هذا التوقيت. كنت على خلاف مع بعض الدول في المنطقة، وكانت الدول دي بتمول بشكل كبير جدا هذه المنظمات، وكانوا استغلوا انه الدولة المصرية بتعيد ترتيب البيت من الداخل وبدأ يشتغل بشكل كبير جدا، واستغل فكرة تعاطف الدول الأوروبية ان هي جماعة تم التنكيل بها كل هذه الأمور. بس خليني أقول لحضرتك ان الوقت الحالي التمويل تقلص بشكل كبير جدا، لكن في بعض الأطراف يهمها ان هم يفضلوا موجودين على الساحة. فين دول ايه؟ دول أوروبية؟ انجلترا، مهد التنظيم، عدد كبير جدا جدا من المنظمات الحقوقية تأسست بعد 30 يونيو، وسويسرا مثلا عشان فيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية لأن فيها دوائر صنع القرار السياسي فبيبقى ليهم علاقات مع البرلمان، في من وقت للتاني يقدروا يعملوا ندوة جوه البرلمان حد يعني يتبنى هذا الملف. فالقصة كلها بتتم إن الناس دول شغالين طول السنة، لما بيكون الدنيا مستريحة يعني مثلا في بعض الأوقات يحدث هجوم سياسي مثلا على الدولة المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ هذه المنظمات تتحرك مع الموجة، يبدا هو يضغط في ضغط سياسي رسمي، يبقى في ضغط حقوقي غير رسمي. بهذا الشكل خليني اقول لحضرتك كمان في حاجه، هم قالوا حاجه نقطه مهمه جدا على موضوع ان هو مطارده او ملاحقه المعارضين. طيب انا هتكلم على الجزء اللي بره وليا في تجربه كويسه جدا. انت النهارده الدوله المصريه بتلاحق جماعه الاخوان وكل من تلطخ ايده بالدم. انت النهارده عندك مجموعه خرجوا اذرع اعلاميه وسياسيه اشتغلوا بشكل كبير جدا تحريض على العنف، حرق الكنائس، قتل المواطنين ورجال انفاذ القانون. طيب هل مش من حق الدوله المصريه ان تلاحق هؤلاء؟ من حقها، لكن في نفس الوقت الدوله المصريه بتفتح ذراعيها لاي معارض سلمي خرج نتيجه ان الوضع كان غير مستقر وخرج. اعتقد بشكل مباشر او بشكل غير مباشر الدوله المصريه ما عندهاش مشكله على غرار ما حدث في الداخل. طب هم ليه مش واخدين بالهم من الحته دي فيما يخص انتوا بتواجههم ازاي؟ يعني انتوا بره اكيد بتشوف الناس دي. طيب نتكلم معاهم. الحقيقه هو يعني العقليه ما بتتغيرش 7-8 سنوات، هو لما الموضوع بيمس مصر
او دوله لها خلاف معاها بيهيجوا بيتعامل بشكل انه لا انه في تجاوز، لما يجي الموضوع عنده تختلف رؤيته تماما، يبدا يقول لك لا الامن اولا مش مهم حقوق الانسان زي ما حصل في فرنسا. أيوة. اذا عندما حلو كده بقى ننتقل بالنقاش الى الوجهين للعمله طبعا والكلب مكيالين كمان. ايوه اتفضل. ازدواجيه المعايير بالظبط. أيوة. دي منطلق اساسي من منطلقات حقوق الانسان واداه من ادوات الدول الكبرى للتدخل في الشؤون الداخليه للدول. انت في قضيه معروفه للعالم كله والدنيا كلها بتشوفها، اللاجئين القادمين من الشرق الاوسط صحيح، واللاجئين القادمين من اوكرانيا. احنا نتكلم، انا كنت في البرلمان قريب في احد الدول الاوروبيه ودار نقاش عنيف جدا عن طريقه تعاملهم مع اللاجئين القادمين من اوكرانيا، وبيعتبروهم اهلهم وناسهم وعينهم خضراء وزرقاء زيهم وشعرهم اصفر زيهم، وبين اللاجئين اللي قادمين من الشرق الاوسط. مفيش، تسقط المعايير، تسقط قيم حقوق الانسان في لحظه يعني، ويتم التعاطف مع القريب منه. فكره الازدواجيه معروفه بالنسبه لنا ومؤكده، لكن احنا بنحاربها ازاي هذه الازدواجيه؟ انت تبقى عارف، لكن انت بتسعى طول الوقت لتحسين حاله حقوق الانسان من الداخل. انت نفسك بتحاول ان ما تدلوش اداه، ما تدلوش فرصه للتدخل في الشؤون الداخليه، فبتحسن من حاله حقوق الانسان. لا توجد دوله في العالم وصلت الى حد الكمال، وما بقولش ان احنا وصلنا لحد الكمال، لكن يكفي ان اقول لك ان هناك رغبه واراده مجتمعيه وسياسيه لتحسين حاله حقوق الانسان في مصر. انت هتشوف في السنوات الاخيره رغم الانتقادات الشديده ديت، انت شكلت اللجنه العليا الدائمه لحقوق الانسان برئاسه وزير الخارجيه، فبتضمن ان هو يتفهم المنظومه الدوليه. انت غيرت منظومه السجون الى منظومه الاصلاح والتاهيل. انت هدمت 15 سجن من السجون العتيقه وبنيت 5 مراكز للاصلاح والتاهيل. انت لاول مره بتوقف حاله الطوارئ من تلقاء نفسك. احنا كنا بنقعد، وانت راجل سياسي وحزبي يبقى طول الوقت كنا بنطالب رئيس يعني الجمهوريه. احنا قعدنا كام سنه في الطوارئ؟ 30 سنه بالزبط. ان هو يوقف حاله الطوارئ، لكن احنا فوجئنا بانه هو اللي قرر، هو من قرر. انت لاول مره في تاريخ الدوله المصريه انك تطلق استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان لها اطار زمني محدد. وبالمناسبه يا استاذ محمد، انت قلت فيها المشاكل اللي عندك. انت قلت ان انا عندي قصور تشريعي هصلحه، وعندي مشاكل في المؤسسات هصلحها، وعندي مشاكل في التوعية وبناء القدرات هصلحها. فأنت اعترفت بما عندك يعني من قصور وبتسعى إلى تحسين. هل هيتوقف البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية أو الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام ملف حقوق الإنسان في الضغط على الدولة المصرية؟ مش هيحصل. التوقيت، طب احنا معلش بقى، طب احنا ليه ما بنعملش معاهم كده؟ اه دي نقطة مهمة. بعد حصل يعني لا ده حصل ولنا وقع. حصل يعني في الولايات المتحده الامريكيه. اه حصل لينا وقع في الولايات المتحده الامريكيه 2018 2019 كان في استخدام عنف مفرط ضد السود. صدر قرار من وزاره الخارجيه المصريه ان هي بتندد بهذا العنف، وبتطالب قوات الامن والحكومه الامريكيه ان هي تفتح زي نوع من انواع التحقيق عشان في حصل نوع من انواع التجاوز والانتهاكات في حق السود الامريكان. خليني اقول لحضرتك انه البيان ده من وجهه نظري ده مش إدانة للدولة المصرية قد ما هو عمل انقسام كبير جدا في البرلمان الأوروبي. في دول عندها مشاكل في حدودها البحرية. الدولة المصرية فيما يخص الهجرة غير الشرعية قدمت كتير جدا جدا لدول الاتحاد الأوروبي. ودي ده طلع بيسخر مننا، نائب برلماني بيسخر ان انتوا بتتكلموا عن الهجرة غير الشرعية إلى آخره. لانه طيب هو الانقسام ده ليه؟ طب انتوا ما صوتوش، ما قلتوش 600 صوت ليه؟ ليه 50%؟ عشان انتوا عارفين قيمه الدوله المصريه، عارفين ما تقدمه الدوله المصريه لاستضافه لاجئين لاكثر من 61 دوله دون قيد او شرط ودون اي دعم مالي على مستوى الدول الاخرى. احنا عندنا 12 مليون. انت النهارده الناس هنا بيجوا اللاجئين، انت بتحطهمش في معسكرات. لا انا بقول عليهم ضيوف. انت بتدمجهم وبتقول عليهم، ورئيس الجمهوريه بيقول عليهم ضيوف. النهارده المجهودات الفرديه اللي قدمتها الدوله المصريه في ملف الهجره غير الشرعيه ملف مجهود كبير جدا. النهارده دول الاتحاد الاوروبي منها ايطاليا بدا يكون في اجتماعات امنيه وتنسيق سياسي عشان مساعدة الدولة المصرية للملف ده. سيدي مرة أخرى، احنا عملناها مرة واحدة، مرة. لماذا لا أرى في الشؤون الخارجية في البرلمان المصري لا ده احنا ناخدهم لفة بقى رايح جاي؟ والله ده سؤال مهم. يعني أنا خلينا أكون منصف بس. أنت بتتكلم عن قدرات دول برضه، أنت بتتكلم على الاتحاد الأوروبي بما يمتلكه من إمكانيات مالية ضخمة وإعلامية ضخمة وسياسية ضخمة، بتتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية. أنت
في مصر في السنوات الاخيره كان همك الرئيسي اعاده بناء الدوله المصريه. طبعا انت بص للمحيط الاقليمي بتاعك وانت تدرك انك عندك اولويات، مش اولوياتنا ان احنا نروح نقول لهم انه عندكم مشاكل، ما هم عارفين ان عندهم مشاكل، ما هو جوانتانامو دي ما كانت موجوده قدام الدنيا، قدام الدنيا كلها وشافت فيها كل انتهاكات حقوق الانسان اللي ارتكبت في على ممر التاريخ. طبعا ولم يتحدث احد. احنا فاهمين يا استاذ محمد ومدركين انها اداه من الادوات للضغط، لكن احنا كمان مهمتنا ان احنا نصحح الاخطاء. ما هو لما يطلع البرلمان الاوروبي يتكلم عن قضيه هشام قاسم لازم نقول للراي العام العالمي انها قضيه جنائيه بين طرفين، بين طرفين لا تحل الا بتنازل الوزير ابو عيطه. يعني انت يعني ما هو دي المشكله، انا حاولت ان انا اوضحها. لا ما احنا لازم نكرر التكرار مفيد جدا ان احنا نكرر انه لان البعض ممكن يبقى مضلل وفاهم انه هشام وهو رئيس للمنظمه سابق انه اتقبض عليه بمناسبه حريه الراي او التعبير. لا يعني ده خلاف ما بين اثنين معارضين استخدم فيهم واحد الفاظ تقع تحت طائله القانون طبقا للماده 106 وتم تأييد الحكم ست اشهر النهارده. وما بعدها انا عايز اقول لك بقى في حكايه تأييد الحكم دي ان لم يحدث، عايز اقول لك انه التقارير والتدخلات الخارجيه تسيء الى حاله حقوق الانسان في مصر. لم يحدث ان اتعمل بيان او اتعمل تقرير وكان بيصب في مصلحه حاله حقوق الانسان في مصر، النتيجه انه بيسيء الى حاله حقوق الانسان في مصر، وانه على الاتحاد الاوروبي او البرلمان الاوروبي انه يساعد الدوله المصريه في تحسين حاله حقوق الانسان، وان يدعمها ويساندها في بعض الاصلاحات اللي بتقوم بيها، مش انك انت تهاجم بس وتاخد معلومات غير محققه. هذا التقرير او هذا البيان بيان فقير. بيان فقير ليه؟ لانه يفتقر الى الموضوعيه ويفتقر الى صحه المعلومات، لانه اللي يدرك انها قضيه جنائيه كان يعرف انها بين طرفين وانه لو تنازل الراجل انتهى الامر. هرجعك لحاجه بس لان انا عندي كميه اعتراض. انا عندي اكثر من 40 او 45 بيان صدروا خلال ال 48 ساعه الماضيه من احزاب مصريه وبرلمانات اشخاص وكل حاجه. هم بيسمعوا الكلام ده ولا ما يسمعوهوش؟ ما هي دي ده سؤال مهم جدا، لان هو انا اخاطبه كبرلماني، انما هو بيخاطب شعوب فبيدي صحيح. صوره ذهنيه عن مصر. صحيح. كيف اخاطب هذه الشعوب وارد عليه؟ طيب نقول توصيه مهمه عشان نقدر نخرج بحاجه نقدر نستخدمها. اول حاجه مين اللي المفروض يرد النهارده؟ دي دبلوماسيه برلمانيه. برلمان رد صح؟ صح كده؟ اه صح. دبلوماسيه برلمانيه الرد يكون بناء على تقارير حقوقيه من منظمات، يعني في طرفين هنا، في منظمات حقوقيه في برلمان، يبقى من يرد مش رد اعلامي، رد حقوقي، يعني التقرير ده لازم يتجاب، يتم تفنيده في بعض الاخطاء او الالفاظ الحقوقيه الخاطئه، يتم تفنيدها بشكل كبير جدا ونطلع احنا بمؤتمر برضه بمؤتمر بانجليزي وبالانجليزي مش بالعربي لا وفي طبعا. البرلمان لا خلينا هنتكلم في النقطه دي، ده شكل مهم جدا، هنطلع فاصل وهنرجع تاني يستمر الحوار. طب انا ارد على ده ازاي وامسح الصوره الذهنيه السيئه اللي بيدوها لكل دول العالم في دولهم وفي اوروبا عن مصر بعد الفاصل حالي اليوم. قلت لحضراتكم مرة أخرى احنا نتحدث عن بيان الاتحاد الأوروبي ضد حقوق الإنسان في مصر، واللي بيتكلموا في هذا الامر ناس متخصصه في حقوق الانسان كده. هم الحقيقه مش بس فندوا، كلنا فندنا، لان كل اللي قالوه الحقيقه لا يعتمد على اي اساس من الصحه. ولكن اعود مره اخرى الى الاستاذ ايمن نصري، وكنت تتحدث قبل الفاصل. قل لي انا سؤالي هنا ارد ازاي؟ الرد يعني انا عايز مش بس رد، لان انا مرة أخرى هي القضية بالنسبة لي، أنا آسف، مش البرلمان الأوروبي، أنا القضية بالنسبة لي هي الشعوب الأوروبية التي تستمع إلى البرلمان الأوروبي. هي الشيرنج اللي عمال يحصل علشان وبيدعموه الإخوان وبيدعموه الخلايا الإلكترونية لتشويه سمعة وصورة مصر في الخارج وبين كل الأجانب. طيب الرد بتاعي يكون جزئين، أولاً في رد حقوقي ورد إعلامي. تمام. الرد الاعلامي اعتقد انه ده لونج تيرم بروجكت، ان انت النهارده يكون عندك قنوات اعلاميه تقدر توصل للمواطن الاوروبي. لكن فيما يخص الرد الحقوقي ده زي ما قلنا ان البرلمان اصدر، يبقى البرلمان المصري يرد ان هو يفند تفنيد حقوقي كل المغالطات اللي صدرت في هذا البيان، ويخرج ببيان كامل يتم توزيعه على المجلس الدولي لحقوق الانسان، على البعثات الدوليه، ويطلب كمان
كان في بروتوكول تعاون انه رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان المصري على سبيل المثال يتوجه بزياره بهذا التقرير يعترض فيه بشكل او باخر، وبيقول ان احنا بنعترض على النقاط دي وبنطلب توضيح مره اخرى من البرلمان الاوروبي. المشكله ان البيانات دي لما بتخرج ما يبقاش في رد، فبتاخد مساحه كبيره جدا. النهارده لما رئيس لجنه حقوق الانسان يقدر ان هو يروح مع وفد مثلا من اللجنه ويقدر ومن حقه لا ده من حقه ومحدش يقدر يعني طبعا. مثلا لو قلنا الدوله المصريه تروح لا ما ينفعش غير مش مقبول الرسمي، ده مش رسمي، دي برلمانيه. البرلمان هو اللي يقدر ان هو يخاطب البرلمان اللي زيه. نقطه ثانيه، المنظمات الحقوقيه، التقرير ده اتبنى على تقارير من منظمات حقوقيه لها صبغه سياسيه، تمام. احنا عندنا منظمات مصريه زي المنظمه المصريه، وعندنا برضو منظمات دوليه محترمه، يبقى يكون في تعاون يخرج تقرير يفند هذا الكلام، يبقى احنا عندنا تقريرين مختلفين يتم دمجهم، تقرير من البرلمان المصري بكل المغالطات، وتقرير من المنظمات، تقدر المنظمات تستخدم الاليات. انا النهارده مثلا هعمله اللي هعمله في الدوره 55 لمجلس حقوق الانسان اللي في مارس اللي جاي، ان انا هركز الاليات بتاعتي ان انا ادين البيان او القرار اللي صدر من البرلمان الاوروبي، يبقى انا النهارده بقدر اشتغل كمنظمه زي المنظمات الثانيه بتشتغل، مع الفارق ان المنظمات دي وجودها هناك مع الامكانيات اللي موجوده اكيد بيبقى بشكل اكبر، بس انا لازم احط اليه واضحه للتعامل مع مثل هذه التقارير. طيب اشكرك جدا. انا هرجع لحضرتك استاذ عصام، طبعا رئيس منظمه مصريه لحقوق الانسان. القضيه بتاعت هشام قاسم وكمال ابو عيطه دول اتنين معارضين، مش عايز اقول لك عاملين ازاي، ولكن واحد يميل الى المعارضه اليمنيه جامد جدا جدا، والراي العام الامريكي يعني هشام معروف، وايضا استاذ كمال اليسار يعني الانحياز التام جدا. الدوله المصريه بقى مالها ومال الخناقه اللي بينهم؟ خليني اقول لك، احنا منذ اللحظه الاولى في المنظمه المصريه سعينا لرأب الصدع وتقريب المسافات بين الطرفين. للاسف الشديد الطرفين رفضوا. الدولة المصرية لا تستطيع انها تتدخل في خصومة بين اثنين من المواطنين. مواطن تعرض للانتهاك، تعرض للتهور. وهشام قاسم اتهم كمال ابو عيطة بشكل واضح وصريح بحاجات مخلة بالامانة. احنا في المنظمة المصرية منذ نشأتها بنطالب بصفة مستمرة بالافراج عن اي متهمين في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. احنا سعينا منذ اللحظة الاولى ان احنا نحل الازمه، لكن هشام رفض. هشام قاسم رفض ايه؟ رفض ان هو يتنازل، رفض ان هو يعني يعتذر للوزير كمال ابو عيطه. لو كان اعتذر له كان كمال ابو عيطه تنازل بلاغ مباشره، لكن هشام قاسم قال له لا. قال لا، وبالتالي تظل التهمه الموجهه من هشام لا قاسم. تستطيع لا في النقطه دي لا تستطيع الدوله المصريه، هي مش طرف. هتعمل ايه طيب؟ فالراي العام يجب ان هو يعلم انها أزمة بين طرفين، خصومة ما بين طرفين. كان يمكن كانت هتوصل للقعدة، كانت هتوصل لخناقة. أيوة. كان يمكن كان في حلها كان يمكن حلها لو اعتذر هشام لكمال أبو عيطة، لكن للأسف ده ما تمش. فده معناها إن الدولة المصرية مش طرف. وهل صحيح هشام رفض يدفع كفالة عشان يخرج؟ رفض يدفع الكفالة. ليه؟ رفض نوع من أنواع الاحتجاج. إيه؟ بيحتج نوع من مش للجانب المادي، على اذن هو بيحتاج ان هو مش عايز يخرج بيثبت. انا افهم ان هو كان يحتاج لو انه خصومته مع مؤسسه من مؤسسات الدوله. لو انه كان بيتم القبض عليه بسبب اراءه. هشام بيكتب اراء حاده جدا بقاله 5 سنوات أو 6 سنوات، ومحدش كلمه. اراء حاده جدا يعني، وانا سافرت، انا شخصيا سافرت معاه مؤتمرات وشفت هشام وهو بيتكلم وبحريه شديده جدا، وبيرجع وهو امن في وبيهاجم الرئيس السيسي وبيهاجم كل ما يقوم به. انت هنا بتهاجم ساسه بحكم مواقعه، لكن انك تهاجم زميل وتتهمه باتهامات يعني مخله بالشرف وتحط من قدره، فكان شيء طبيعي جدا ان هو قدم البلاغ. حتى بعد تقديم البلاغ وبعد تحقيق النيابه كان يمكن حل الازمه، حتى بعد الحكم في اول درجه كان يمكن حل الازمه، حتى بعد الحكم اللي صدر من محكمه الاستئناف اليوم يمكن حل الازمه بالتنازل يعني او بالاعتذار ويتم، لكن اصرار البعض على عدم اعطاء الناس حقها. ما هو كمال ابو عيطه في النهايه برضه ليه حق، ما هو مواطن. انا لما اتعرض ان يوجه لي اتهامات مخله بالشرف، طب ما شيء طبيعي جدا ان انا لازم اصور ولازم اخد حقي عشان ابرأ ذمتي امام الراي العام، امام الراي العام المصري. الدوله مش طرف، لكن علينا احنا مهمتنا كمنظمات حقوقيه وكاعلام ان احنا نوضح للراي العام
في الداخل والخارج انها قضيه جنائيه ما بين طرفين، الدوله مش طرف فيها ولا تستطيع الدوله انها تعمل حاجه. يعني ربما كان يستطيع ان احنا لما نضغط على ضباط الشرطه اللي هم قدموا البلاغ اللي هو وجه ليهم اعتداء عليهم اثناء ممارسه عملهم. انت يعني ده مين اللي وجه؟ ما هو اثناء حبسه هشام قاسم، هشام قاسم عمل مشكله مع الضباط الاسم وبرده ووجه ليهم شتائم. دي المشكله اللي كانت مسجله. ما هي مسجله طبعا، ما هو انت عارف ان احنا في الاسم دلوقتي الكاميرات بتسجل صوت وصوره كل حاجه عشان لا يدعي احد ان تم الاعتداء عليه داخل الاسم، فمسجله. بس كان يمكن التنازل عنها برضو لو هو اعتذر. يعني الناس مش داخله في خصومه، والا لو كانت الخصومه مع هشام، ما هشام قال قبل كده حاجات قويه جدا. وطول الوقت احنا كنا بنحميه في المنظمه وبنساند وبنطلب الافراج عن كل المتهمين المحبوسين على ذمه قضايا متعلقه بالراي. لكن احنا واحنا بنوضح النهارده احنا بنوضح للراي العام الخارجي اللي هو اعتمد على معلومات غير صحيحه وغير مدققه، ويعلم البعض انها معلومات غير صحيحه، ويعلموا حقيقه الاتهام الموجه، ويعلموا حقيقه التهمه وانها بين طرفين من المعارضه المصريه، بين واحد في اقصى اليمين وواحد في اقصى اليسار. انا اتصور ان احنا علينا نفند ده، لكن علينا ان احنا نحسن من حاله حقوق الانسان في الداخل دون الالتفات لمثل هذه. انا عايز بس في نهايه هذه الحلقه وهذا النقاش، انا هقول لكم شويه حاجات على فكره ده في البرلمان الاوروبي. هل تعلموا ان هناك قانون ونص بيتكلم على انه ممنوع، ان الدستور عندهم الدستور الاوروبي كده، أيوة. ان ممنوع انت تتحاكم لو شككت في الهولوكوست. طبعا طبعا ما ده ضد حقوق الانسان. أيوة. افرض انا يعني في كاتب لما يحرق الكتب المقدسه، لا يعني ده يعني رأي التعبير كويس، يعني يحرق القران مسموح له، انما ان يتحدث عن المحرقه اليهوديه او يؤرخ لها او يقول لا الكلام مش صحيح يسجن، وقد سجن كاتب بريطاني في هذا الامر. كيلبي ميكيلين صح؟ كيلبي ميكيلين طب ده كيلبي ميكيلين طبعا. طب ناخد الثانيه بقى، هل تعلموا ان مكفول لك حريه الراي في انك انت تشتم سيدنا محمد والاسلام وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وتعمل كل حاجه في الدنيا، ولكن انت مش من حقك أن تعترض على الشذوذ الجنسي؟ يتم تغريمك، ده المبدئي كده 500 يورو تغريم، بتزيد في دول أخرى كمان، وتزيد في دول أخرى لو أنت بس. طب احنا ما بنتكلمش مع الناس دي في الكلام ده ليه؟ لا هو مش حرية رأي إن أنا أمتعض لو لقيت لا مؤاخذة راجل. لا والأصعب من كده إن يطلب من الدولة المصرية في العرض الدوري الشامل الاعتراف بحقوق الشواذ. طب يا جماعة ده ما ينفعش ولا قانونيا ولا دينيا. طلبوها مننا. ده مطلب، ده مطلب. مفيش اي اتفاقيه دوليه تلزمنا بالزبط. ان احنا هي وعقوبه الاعدام. ولكن ده مطلب في كل عرض دوري شامل بيطلبوا مننا هذا الكلام. يعني هو حتى عايز يصدر الثقافه دي الى الدوله المصريه ودول الشرق الاوسط. انا بشكركم جزيلا على وجودكم، واتمنى طبعا ان احنا نكون قدرنا نقدم للساده المشاهدين الصوره. انت لازم تفهم الصوره، انت مين اللي بيخاطبك وبيخاطبك ليه واشمعنى دلوقتي، وايه النيله اللي هم بيعملوها دي. وانا عارف ان كلمه النيله اللي هم بيعملوها دي ستسجل ضدي، ان انت ضد يعني معايب والاداب ولا، انما هو في الاول وفي الاخر مش دول اعضاء برلمان ولا هم ايه، ولا هم بيجيبوا المعلومات دي منين، ولا بياخدها من الكانتين وهو داخل الصبح من بهي الدين حسن. مش كده؟ للاسف الشديد ضيوفي السادة أيمن ناصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، والمستشار والصديق العزيز الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشكرك لك على وجود حضرتك معايا. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل بقى، أنا يعني هبدأ معاكم كده حاجات بسيطة بنرمي عليها النور. من ضمن الحاجات اللي اتقالت هي طبعا مش اتقالت، اللي معروفه 60% من مصر شباب. طب اخبار الشباب ايه مع الانتخابات القادمه الرئاسيه؟ بعد الفاصل ضيفي عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره، نتكلم معاه كده سريعا ونشوف اخبارهم ايه مع الانتخابات الحاليه اليوم.
واحنا بنستعد لاستحقاق انتخابي هو الاهم لاختيار رئيس مصر القادم. لازم كل مواطن يكون مؤمن بصوته ومشاركته في الانتخابات مهما كان هيدلي صوته لمين، ولان الشباب هي الفئه الاكثر في المجتمع نزلنا بكاميرا الحقيقه اليوم علشان نستطلع ارائهم. هتنزلي تشاركي في الانتخابات الرئاسيه ولا لا؟ باذن الله. انا لو ليا اصحابي هاخدهم معايا وننزل نشارك مع بعض مفيش مشكله. طبعا اشارك، ان الصوت امانه، الصوت امانه وربنا يحاسب عليها. اكيد لازم يكون لك راي، لو مالكش راي يبقى انت ما... ايه لازمه وجودك في الحياه؟ اكيد طبعا ننزل نشارك في الانتخابات الرئاسيه كلنا، طبعا كل فئات الشعب هتشارك. لازم ننزل نشارك كلنا عشان ده برضو مستقبلنا وكلنا مستقبل واحد وبنختار للبلد بعد كده. اكيد طبعا لازم صوتنا كلنا يوصل للبلد، واكيد طبعا يعني احنا بنحب مصر وطبعا نفسنا نشوفها احسن بلد في الدنيا وهي ام الدنيا. باذن الله انزل اشارك. اشارك اكيد، يعني لازم نشارك، دي بلدنا احنا لازم نشارك، وده رئيسنا القادم باذن الله، فده شيء مطلوب مننا واحنا ان شاء الله لازم نشارك باذن الله. واجب على كل مصري يدي برايه لان ده من حقنا، واحنا في حياه ديمقراطيه فلازم ننزل ننتخب. لازم كل واحد ينزل يقول رايه، ولازم كل واحد يكون عنده حريه ويختار اللي هو عاوزه. ننزل باذن الله. شارك باذن الله. هتنزل تشارك في الانتخابات الرئاسيه ولا لا؟ ان شاء الله انزل اشارك. كله يشارك لازم، ما اصل انت فرد في المجتمع. طبعا لازم ننزل نشارك كلنا وكل واحد يدي رايه. كله ينزل ويشارك، ما يتاثرش بحد معين ولا يخاف، كله ينزل ويدي رايه، واللي شايف الاصلح للبلد يرشحه. عدنا لحضراتكم مره ثانيه، ليكم شفتوا راي الشباب عامل ازاي؟ خلوني ابص بقى الراي من قلب الجامعات، الاتحادات الطلابيه، ما يحدث هناك، وانتم عارفين دي انتخابات بتحصل وغيره وغيره. كويس، في الفترة القادمة هنبدأ ان احنا في التغطية بتاعتنا ان احنا سننظر الى جميع القطاعات المختلفة في مصر. طب الفلاحين اخبارهم ايه؟ طب المرأة اخبارها ايه؟ طب المصريين في الخارج هيتعاملوا ازاي؟ وزي ما حضراتكم شايفين هي القضية في الاول وفي الاخر ايه؟ ان هذا الاستحقاق انا بنظر اليه على ان هو حق ليك لازم تحافظ عليه، وعشان تحافظ عليه لازم تشارك فيه. انا ما بقولكش انزل صوت لمين، صوت لاي حد انت عايزه تماما. ضيفي في هذه الفقره استاذ عبد الله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره. اهلا بك يا عبد الله. اهلا بحضرتك. في الحياه اليوم. اهلا بحضرتك. انت اتخرجت ولكنك رئيس الاتحاد الطلاب حتى الان لحين انتخاب الاتحاد الطلاب الجديد، مش كده؟ يعني خلال ايام ان شاء الله معدوده هيكون في انتخابات الاتحاد الجديد باذن الله قريب جدا يعني. طب انت جامعه القاهره يعني انت عندك كام اتحاد طلاب مع تحت معاك؟ احنا 20 كليه. ايوه. طبعا بيتم عمليه انتخاب اتحاد الطلاب كل سنه تباعا، وطبعا بيكون من خلال برنامج انتخابي او بنتكلم مع الدفعات عننا، وبعد كده بنمر بمرحله الدفعه تليها الكليه تليها الجامعه، وبنتعامل مع تقريبا 270 الف طالب في جامعه القاهره بنتشرف بتمثيلهم. ده شيء جميل جدا. كلمني بقى على الانتخابات وانتوا شايفين ايه. طبعا الفتره اللي فاتت انت بتدرس بقالك 4 سنوات في الجامعه، انت كليه اعلام. اعلام يعني انت متابع الحاله الاعلاميه في مصر وغيره. وقول لي بقى انت النهارده بتنظر الى الانتخابات ازاي، وايه اللي انت ممكن تعمله بما انك انت اعلام بقى واتحاد طلاب؟ الطلبه هتشارك، طب هتشارك ازاي؟ بتكلموهم ازاي؟ ايه اللي بيتعمل في اتحادات الطلاب في المنطقه؟ تمام. احنا لما بنيجي نتكلم مع الشباب في الجامعه تحديدا احنا بنخاطب فئه مثقفه من الشباب. لما بنيجي نوجه لهم حاجه لازم نوجهها بعلم ودراسه للحاجه اللي بتحصل. فالانتخابات الرئاسيه ده استحقاق دستوري مهم، لازم نقول للشباب الفتره اللي فاتت حدث فيها ايه، الفتره اللي جايه هيحدث فيها ايه. لازم نقول للشباب يا شباب اطلعوا على الحياه السياسيه في مصر، يا شباب اقروا عن البرامج الانتخابيه، اقروا عن المرشحين. انتوا ما بتوجهوش لمرشح بعينه، انت بتقول له شارك وخلاص. يعني الاراء الشخصيه شيء، ولما بنيجي نتكلم باسم كيان احنا المهم بالنسبه لنا ان الشباب يكونوا موجودين في المشاركه في العمليه الانتخابيه، ده شيء مهم يمثل شرف لمصر دوليا وفي المنطقه والى اخره. فالشباب المصري لما يجي ينزل ويشارك في الانتخابات ويقول احنا 60% من المجتمع فعالين، لينا راينا، مهم جدا ان الدوله في الفتره اللي فاتت مكنت الشباب، والفتره اللي جايه ان شاء الله يكون في تمكين اكتر للشباب. مقابل ده الشباب هي بتختار وبتحدد مصيرها وشكل مصر ان شاء الله في المستقبل،
وان شاء الله يكون شكل مشرف ويعني كويس باذن الله. بعض الناس والشباب غاضب علشان الحاله الاقتصاديه، بتنظر ازاي للكلام ده؟ ويقول لك لا والله مش عايز انزل، انا ما بفرقش مع حد. طيب خليني اقول لحضرتك بقى، ده بمنظوري الشخصي انا تابعت عن كثب حكايه وطن، ويعني سعيد جدا بالمؤتمر ده، ويعني خليني اقول لحضرتك فكره ان وزير يعرض ايه اللي تم وايه اللي هيتم ان شاء الله. وخليني اقول لو احنا ما عندناش الوقت الكافي ان احنا نتابع مؤتمر مدته 3 ايام هيعرفنا مصر بيحصل فيها ايه، وخصوصا في المنطقه الاقتصاديه، خليني اقول بس ان هي ساعه و18 دقيقه دوله رئيس الوزراء اتكلم فيهم عن كل حاجه حصلت وهتحصل، والمخططات العمرانيه ونهضه مصر هتاخد وقت قد ايه. ايوه ولكن انا انظر اليها في اطار، طبعا انا عارف ان هو بيكلم كل المواطنين، ولكن انا انظر اليه في انه جزء من استعراض ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي في نهايه المؤتمر اعلن ترشحه لفتره رئاسه الثانيه. تمام. انا كمواطن انت بتقول لي اتفرج على ده؟ هقول لحضرتك انا ليه قصدي او ايه قصدي من ده. دولة رئيس الوزراء لما اتكلم بدأ بكلامه بنماذج دول هي النهضة بتاعتها أخذت عدد سنين، أقل دولة سنغافورة وهي عددها لا يتجاوز 5 مليون، أخذت عشان تعمل نهضة سنغافورة الحالية 20 سنة. ده صحيح. فإحنا دلوقتي بنتكلم عن دولة قعدت 10 سنوات، كل يوم إحنا بنشوف حاجة جديدة بتتعمل على الأرض. خلينا نقول ان في 34 خبير، ورئيس الوزراء برضو وضح ده، في 34 خبير قعدوا اتكلموا عن النهضه العمرانيه لمصر 2052 وحطوا رؤاهم، ودول ناس خبراء فاهمين هما بيعملوا ايه. طيب ده بيودينا لفين؟ بيودينا ان الدوله ماشيه في اتجاه هي عايزه تعمل نهضه. طيب هل الدوله اكتفت بده ولا وقالت خلاص احنا هنغض بصرنا بقى عن المعارضه، هنغض بصرنا عن آراء مختلفة، أكيد في خبراء تانيين؟ لا، ما اكتفتش بده، عملت حوار وطني. طيب أنت، أنا بص، جميل جدا، أنا معاك في الرؤية دي، أو إن أنت نظرتك، أنتوا الشباب كلكم طبعا بتبص تقول له بص طب ما هم عملوا كذا وكذا وكذا، أنتم بقى لما بتنزلوا الانتخابات، أصل خد بالك أنا اتحاد طلبة قديم. لما بتنزلوا انتخابات بتقنعوا ده الطلبة بتغيب يوم الانتخابات تقول لك يا عم ده في انتخابات اتحاد طلبة ومحدش بيروح، بتقنعوهم إزاي يخشوا يصوتوا؟ تمام. خليني اقول لحضرتك ان جوه الحرم الجامعي بقى، خليني اقول لحضرتك ان انا كمان في المدارس، انا في اتحاد طلبه من رابعه ابتدائي، ويعني كملت اتحاد طلبه من رابعه ابتدائي وبعد كده في الاعدادي، وبعد كده في ثانيه ثانوي كنت رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر في 2017، وفي 2023 كنت رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره. الموضوع بيمشي ازاي؟ بيمشي على، لو هنتكلم في المدارس، فانت من الفصل بتقول للشباب برنامج انتخابي ناوي تعمله لهم في الفصل، وبعد كده بتطلع على مستوى المدرسه تقول انا هعمل ايه للفصول ومسابقات ودورات تدريبيه، وبعد كده تطلع على الاداره، وبعد كده تطلع على المحافظه وبتتكلم بقى تمثل اكتر واكتر، وبعد كده تطلع على الجمهوريه ببرنامج انتخابي هيليق بكل مرحله من الشباب اللي انت هينتخبوك. طيب بنيجي بقى على مستوى الجامعه، في الجامعه احنا بنمر بالدفعه زي ما قلت لحضرتك، تليها الكليه، طبعا كل حاجه بتمر بالدفعه بتقنعهم بيك، عاده كنا بنعتمد على اصحابنا واصحاب اصحابنا. تمام. انما ازاي تخلي الدفعه تتحرك توصل للصندوق؟ حلو جدا، ويعني دي سياسه برضو احنا بنقوم بيها، يمكن احنا كاتحاد بنستقبل الدفعات الجديده، بنحط جواهم او بنزرع جواهم كنوع من التثقيف، ودي اهم شيء دلوقتي في مصر ولازم الدوله المصريه تشتغل عليه اكتر حاجه، فكره بناء الانسان وبناء الوعي المصري. احنا بنشتغل على طلاب الجدد، بنقول لهم يا شباب اتحاد الطلبه هو الممثل الشرعي لحضراتكم، يجب عليكم تختاروا الشخص اللي هيمثلك، عشان حضرتك هتحتاج تدريب في وقت من الاوقات، حضرتك هتحتاج حد يوصل مشكلتك لاداره الجامعه. ما تسيبش النصاب ما يكتملش، النصاب بتاع الانتخابات او عدد الناس اللي بتصوت، ما تسيبش النصاب ما يكتملش عشان ما يحصلش عمليه تعيين. التعيين هنا لما بيحصل ده اكتر شيء ممكن، ده تبقى لقانون الجامعات. بالظبط كده. اه بالظبط، وبيختلف طبعا عن الرئاسه طبعا، وعن الحياه النيابيه او مجلس النواب. ف بنقول لهم ان حضرتك دلوقتي بايدك الفرصه انك تختار اللي جاي، بل بالاضافه ان حضرتك كمان ممكن تنزل. فيعني هنا فكره الديمقراطيه بقى، في يا شباب اختاروا حد يمثلكم صح، ده شيء مهم جدا، فده بنوعيه بيهم. احنا في يوم الاستقبال بنكون حريصين نكون موجودين كاتحاد طلبه، احنا اللي بننظم اليوم، واحنا اللي بنستقبل الشباب وبنعرفهم بالانشطه المختلفه واهميه اتحاد الطلبه. طب على مستوى بقى يعني على مستوى مصر، او احنا هنعمل ايه ان شاء الله عشان الانتخابات اللي جايه، انا
كمبادرات او كالى اخره. طبعا احنا دلوقتي بنجهز للانتخابات اللي جايه، انتخابات اتحاد الطلاب، وهنشتغل معاهم. يعني انا مش حابب ابدا ان اتحاد الطلاب الجديد يبدا من الصفر، وكذلك انا ضد ان اي مؤسسه في الدوله او اي مؤسسه في الدوله ان الشخص اللي يمشي يجي حد يبدا من الصفر. لا لا طبعا، احنا كلنا بنكمل بعض، وكلنا يعني لو انا ما سبتش بصمه ايجابيه واللي بعدي جه كمل عليها يبقى انا ما كنتش انسان وطني، او ما كنتش بحب بادي، او ما كنتش بخلص في الحاجه اللي انا بعملها. ولذلك احنا هنشتغل ان شاء الله احنا بشكل حالي، ومش انا كرئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره بس، انا بناشد كل رؤساء اتحادات الجامعات. وخليني اقول لحضرتك يعني برضو في ظل هذا التمكين، النهارده الاساسكو كان بيطلق، كان في مشارك عدد من اتحاد طلاب الجامعات النهارده في تدشين الحمله الانتخابيه للمرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي، برضو كان في ناس من اتحادات الطلاب. فاحنا موجودين بشكل مختلف، وبكلم حضرتك النهارده بس على فعاليات يوم واحد، وانا طبعا بتشرف بوجودي مع حضرتك عشان نتكلم قد ايه الشباب لازم يحط بصمته في الفترة اللي جاية. الشباب لو هو اللي ما قومش البلد واختار شكل ومصير المرحلة اللي جاية، انتوا اللي هتلبسوا في الحيطة ان شاء الله. احنا عدينا ما هو يعني ما خلينا يعني احنا عملنا اللي علينا، انما احنا ننظر ليكم انتوا 60% من تعداد الشعب المصري شباب، وده شيء يعني يحفزنا ان اللي جاي كويس وقوي، لان الشباب هم اللي بيقوموا وهم اللي ما بيقوموش. يعني هم احنا عامل سلاح ذو حدين زي ما بيقول، زي ما بنقول. ولكن خليني اقول لحضرتك برضو، ويمكن السيد الرئيس بيتكلم في ده في اكتر من لقاء، فكره الاعلام، فكره دور الاعلام في الشغل على تثقيف الناس. واحنا عايزين نحط يعني انا كرئيس اتحاد بمثل الطلاب، عايز احط ايدي في ايد المؤسسات الاعلاميه وننزل جوه الجامعات نفسها ونقول ايه المبادرات اللي ممكن نشتغل فيها مع بعض عشان نوعي الناس باهميه انك تكون انسان فعال. انت عشان خريج اعلام وجاي على الشاشه وتقول عايز احط ايدي في ايد المؤسسات الاعلاميه، ازاي؟ قول لي. هقول لحضرتك، يعني حضرتك قائد راي دلوقتي في المجتمع المصري ومؤثر اعلاميا، حضرتك لو نزلت الجامعه مثلا عندي او في اي جامعه حكوميه او اي جامعه عامه، قلت للشباب يا شباب تعرفوا ايه عن يعني ندوات، ونعمل ندوات توعيه عن حقوقهم السياسيه واهميه ممارستها. بالظبط، ده شيء مهم جدا، واحنا طبعا هنكون ذراع حضرتك جوه الجامعه، وده شيء يشرفنا ان احنا كلنا كمؤسسات بقى دوله بنوعي الناس باهميه انك تكون حد فعال بيختار شكل مستقبله، بيختار شكل الدوله المصريه بعدين بمنتهى الحياديه. يعني احنا بقى مش بنتكلم بتوجيه، لا، احنا بنتكلم بمنتهى الحياديه. يعني ايه انتخابات؟ يعني ايه برنامج انتخابي؟ واعرف اذا كان البرنامج الانتخابي صادق ولا لا، وايه المؤشرات اللي انا بحطها عشان اقيس مدى المعايير امكانيه تحقيق هذا الكلام؟ هل كلامي ده هو كلام في الهوى ولا هو كلام مبني على اسس علميه مدروسه؟ فالحاجات دي كلها احنا لازم نوعي الناس بيها، ولازم نثقفهم يعني ايه اختيار؟ يعني ايه انزل ادلي بصوتي واهميه ده؟ ده شيء مهم جدا لازم احنا نشتغل مع بعض عليه، احنا كنيابيين عن الطلاب وحضراتكم كمؤسسات اعلاميه، ده شيء مهم جدا. انا بشكرك جدا، بشكرك على هذا الوعي يعني الحقيقه، وسعيد بوجودك معايا عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره، شكرا جزيلا ليك، وبشكر حضراتكم على المتابعه، نشوفكم بكره على خير باذن الله، الحياه اليوم.